جديد، مرحبا بكم كلنا، انضموا لمشاهدتنا مساء جديد. وزي ما قلنا الليلة فقراتنا مختلفة ومتنوعة، ونبارك ونهني مرة ثانية للأستاذ البروفيسور الفاتح حسين. يا سركتي الفاتح حسين له التحية، نال درجة الأستاذية من جامعة السودان في مجال فلسفة الموسيقى. حكوا من حي والله من استوديو مساء جديد، ونقول له يا خلف مبروك وإنجاز كبير زي ما عودتنا على كثير من إنجازاته. رأي المجتهد جدا جدا وصاحب إحساس عالي حقيقة، المسيرة الموسيقية ماشية بثبات شديد إن شاء الله دائما. فتح حسين السمندل والبدايات و خلينا نقول قبل السمندل الفاتح حسين، ود مدني حيث الإبداع، ود مدني الكاشف، ود مدني محمد اللمين، ود مدني أبو عركي، ود مدني الفاتح حسين. في جانب ثاني آخر مختلف، الفاتح حسين درس في روسيا الجيتار، وبعد ذاك اشتغل على الجيتار في كلية الموسيقى والدراما، وهو أستاذ في كلية الموسيقى والدراما. جميل، نحن مبارك له درجة الأستاذية، واحنا موعدين كمان مع السادة المشاهدين وحتكون في محطة كانت من خلال الكاميرا مساء جديد شاهدة على هذا التكريم الجميل بفندق كورال ليلة أمس. ولكن الآن وشكرا الفاتح حسين، وشكرا شركة البروف اللي أقامت هذا الاحتفال بمناسبة نيل الدكتور الفاتح حسين درجة الأستاذية من جامعة السودان في فلسفة الموسيقى. هو احتفال أقيم في فندق كورال، ستبثه قناة النيل الأزرق من خلال الأيام القادمة. سنشاهد بعض ملامح هذا الاحتفال ثم نعود ونواصل. مشاهدين الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. سعيدين جدا اليوم نشارك شركة البروف للإنتاج الفني، وهي تكرم الأستاذ الموسيقار الفاتح حسين بمناسبة نيله درجة البروف في الفلسفة الموسيقية من كلية الموسيقى والدراما، وسط حضور أنيق من أهل الفن والموسيقى ونجوم المجتمع. إذن هي دعوة لكل السادة المشاهدين للمتابعة. في الأول يعني بهني أخوي وصديقي العزيز الفاتح حسين تهنئة حارة من القلب، وخلونا كدين نتكلم عن الفاتح حسين كشخصية موسيقية في الأول، بعدين نعرج على السمندل. وحقيقة نحن يعني كمجموعة من بدري كنا بالراهن على إنه هذه المجموعة هي مجموعة ماسية ولها مستقبل كبير في عالم الموسيقى، لأنه من بدري كان في اجتهاد وكان في بحث وتنقيب عن الأجمل والجميل، وكان في يعني هو زي ما تقولي تمرد، لكن بحث عن الجديد دائما. يعني هذه المجموعة عالت على نفسها من بدري إنه تجتهد، يعني كنا بنبذل جهد مضاعف في إنه تتطور الموسيقى في السودان. Take my hand, I'll never
الحقيقة الفاتح حسين يعني جدير بأن يرتقي وينال درجة البروفيسور، لأنه فعلا هو رجل يعني طموح أول حاجة، وبيعمل لهذا الطموح. يعني الفاتح حسين من الحاجات اللي بتميز شخصيته، أول الناس القريبين منه اللي بيعرفوه كلهم بيعرفوا أنه هو رجل عملي جدا الفاتح. يعني أنا ممكن أقول أنه هو ما عنده يعني اهتمام كثير بأشياء أخرى غير العمل الموسيقي بالنسبة له. الفاتح عنده كل الجوانب بتاعت العمل الموسيقي، عنده الجانب التطبيقي وده أبرز الجوانب اللي هو بتاع العزف وبتاع تأليف الموسيقى وتكوين الفرق، وده اللي هو شارك به وقاعد يشارك به في أكبر مشاركة له بيمثل بها السودان، اللي هي المشاركة في مهرجانات دار الأوبرا المختلفة، وشارك في مهرجانات جرش إلى أن توقفت. ونحن كلنا هنا في السودان بنشوف يعني في القنوات الفضائية دي تسجيلاته مع أوركسترا السمندل من نهاية الثمانينيات. الحمد لله رب العالمين، أشكر الشركة اللي كرمت ولدي، وأشكر الحضور لهذا النجاح. ده بيمثل لك شنو اليوم؟ هو بينجح نجاح ونال درجة البروفيسور، فنجاحه ده بيمثل لك شنو؟ والله يمثل فرحة كبيرة يعني، وحقق الأماني، والفاتح ذاته يعني من يومه أنا ما حرمته من إنه يعمل حاجاته اللي هو عايزه. يعني كل شيء عمله عجبني يعني عاجبني عجب. والله إن شاء الله ربنا يهنيه بالوظيفة وللسودان عامة، لأنه مثل كثير في الأوبرا وبرا يعني مشى، وطوال مثل السودان يعني دي براها نعمة يعني. مشاهدينا الكرام، لسه نتواصل معاكم، وسعيده اكثر واكثر يكون معي الموسيقار المعروف فيكتور والبروف البروف الفاتح حسين. اهلا ومرحبا بك، وانت اليوم بتكرم مشوار طويل وعطاء ممتد، اليوم نتاج هو نيلك درجه البروف في الفلسفه الموسيقيه من كليه الموسيقى والدراما، واليوم انت بتكرم، عايزين نعرف دلالات هذا. انا في الاول يعني بشكر قناه النيل اللي ربطت علينا كله، اللي هي يعني عودتنا بانها تغطي يعني كل الاحداث الثقافيه، وبشكر برضو شركه البروف للانتاج الفني لهذا التكريم، وحقيقه راح يظل في الذاكره يعني للابد يعني. فاعتقد ده مجهود هو ما سهل، او حاجه من شركه بتاعت انتاج وسلسله الحفلات اللي بيقدمها باستمرار، وتكريمه له يعني. طبعا هو مسيرة بتاعت مشوار طويل في الحياة، يعني الحمد لله الواحد كان شغال وربنا يدينا الصحة أكثر والعافية. يعني حقيقة الشغل الشاغل كان هو حق يعني كله، أنا يعني أول وقت كله جل وقتي بكون هو في شغل الخاص بي، يعني مجال المزيكا، مجال البحوث، المشاركة في المؤتمرات العلمية، المشاركة في المهرجانات الموسيقية يعني بالعزف أو بالفرقة الموسيقية، المصاحبة لي طوال باستمرار. فالحمد لله الواحد يعني قدر يذوب طعم الجهد بتاعه اللي قضاه في فترات الفاتت دي وسنوات الطويله دي. ختاما مشاهدينا الكرام، دي كانت الحفله التكريميه للاستاذ الموسيقار الفاتح حسين بمناسبه نيله درجه البروفيسور في الفلسفه الموسيقيه من كليه الموسيقى والدراما. الفاتح حسين هو مؤسس فرقه السمندل، وساهم اسهام كبير في نشر الموسيقى السودانيه في اوساطنا العربيه والاقليميه. نشكركم على حسن المتابعه، حتى جديد الملتقى، تحياتي والى اللقاء.
شكرا زميله سهيله اللي غطت المحطه اللي فاتت من تكريم البروفيسور فاتح حسين. نحن بنهنيك مره ثانيه باسم فريق عمل مساء جديد وكل اسره قناه النيل الازرق على هذا الانجاز، وان شاء الله رب مزيد من النجاح والتوفيق في مسيرتك الموسيقيه الاكثر من رائعه.